إلى خبر سوريا والخاص بنزع سلاح المعارضة في درعا. ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور زهير سالم، مدير مركز الشرق العربي للدراسات الاستراتيجية. دكتور زهير، هل جميع فصائل المعارضة دخلت في هذا الاتفاق ونزعت سلاحها، أم أن فصيل بصرى الشام هو فقط من دخل في هذا الاتفاق وهو مدعوم طبعا من الإمارات؟ طبعا يجب أن نضع الأمور في إطارها، إلى جانب الحرب التي تقودها روسيا على الأرض السورية وليس بشار الأسد. بشار الأسد لم يعد له وجود، لا هو ولا جيشه. الحقيقة روسيا هي التي تحارب على الأرض بقواتها بطيرانها، وكذلك إلى جانبها الميليشيات الإيرانية. جل فصائل درعا رفضت الاتفاق وانسحبت بالأمس للمرة الثانية من المفاوضات مع الروس وليس مع بشار الأسد، وأعلنوا أن فيها العام، وأعلنوا أنهم مستمرون في عمليات المقاومة. انسحاب فصيل من هنا أو مجموعة من هناك لن يغير شيء من طبيعة المعركة، وإن كانت المعركة مع عدو، مع دولة مثل الدولة الروسية، مثل دولة إيران، ليست بالمعركة السهلة، ولكن ستتحول المعركة في سوريا إلى حرب تحرير شعبية، إلى مقاومة شعبية للاحتلالين الروسي والإيراني، وسينهار من بعدهما بشار الأسد. القضية ليست فقط قضية يعني منطقة هنا ومنطقة هناك. والذين يروجون للهزيمة ويتحدثون عن استسلام وعن تسليم أسلحة، هؤلاء هم جزء من معركة الشر التي قادتها روسيا، ومعها أيضا التواطؤ. اليوم لتصريح الأمريكي يقول بشار الأسد ليس مشكلة، المشكلة في إيران. بالأمس كان يقول بشار الأسد ليس مشكلة، المشكلة في داعش. المشكلة الحقيقية هي في الشعب السوري وفي حريته، وهؤلاء جميعا متآمرون عليه. إذا نضع المعركة في إطارها، نضع الواقع الآن في إطاره. الثوار درعا، الفصائل الأساسية في درعا تنسحب من المفاوضات مع الروس، هذا واحد، وتعلن النفير العام، هذا الانسحاب للمرة الثانية، وتعلن النفير العام وتقرر المضي في حرب تحرير شعبية للتصدي للغزو الروسي للأرض السورية. شكرا جزيلا لك دكتور زهير سالم، مدير مركز الشرق العربي للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا عبر الهاتف.